أكد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة المنعقدة اليوم بعمان على دور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس الشريف برئاسة الملك محمد السادس في دعم القدس والمقدسيين ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي. وللمزيد بالتفاصيل تنضم إلينا هنا في الاستوديو رجاء فضلي. أهلا رجاء. أهلا بك لينا. أهلا بكم مشاهدينا. تم خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع السوسيو-اقتصادية التي ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف الملك محمد السادس. ويمول المغرب يمول اليوم وكالة بيت مال القدس الشريف بنسبة 100% في صنف تبرعات البلدان، وهو ما يعد إشارة واضحة على الالتزام المغربي المستمر بدعم الأشقاء الفلسطينيين. وتقوم الوكالة بتنفيذ مشاريع في إطار برامج المساعدة الاجتماعية المتواصلة، وتشمل الإسكان والترميم والصحة والتعليم، ثم المساعدة الاجتماعية ومشاريع الطفولة والشباب والرياضة ومشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث الديني ثم التراث الثقافي والتاريخي للمدينة المقدسة، وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات في هذا الاتجاه. وقال محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، قال إن الدعم يتمثل من خلال برامج ومشاريع ملموسة بوتيرة إنجاز سنوية تقدر بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك بفضل الدعم الموصول والمتواصل للمملكة المغربية الذي يبقى مصدر الوكالة الوحيد في التمويل بعد انحصار مصادر التمويل في باقي الدول الإسلامية. المشاريع التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف لتحسين ظروف عيش المقدسيين وتعزيز صمودهم تأتي في سياق نهج لجنة القدس على المزاوجة بين الدعم السياسي وأيضا الدبلوماسي والقانوني الدائم للقدس الشريف، وبين العمل التضامني الملموس الذي تتطلع به الوكالة بصفتها الذراع التنفيذي للجنة القدس. في هذا الإطار تقوم وكالة بيت مال القدس الشريف بتقديم مساعدات إنسانية للمقدسيين طيلة السنة، و آخرها توزيع أزيد من 400 حصة غذائية على أسر فقيرة وتكفي لتلبية حاجياتها من المواد الأساسية طيلة شهر رمضان الفضيل. ويأتي الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم، يأتي في ظل ما يشهده الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات خطيرة أدت إلى ترويع المصلين الآمنين وإصابة واعتقال المئات منهم. وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد أنه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمسي بحرمته، مع الدعوة إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد في المدينة المقدسة. وجدد بوريطة أيضا التأكيد على التضامن الكامل للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ودعا المشاركون في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، في البيان الختامي دعوا إلى دعم الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، ثم إلى وقف إسرائيل لممارساتها التصعيدية، كما حذروا أيضا من غياب الأفاق السياسية، ودعوا إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدول عملية السلمية والسياسية، كما حذر المشاركون أيضا في الاجتماع من الضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني، ودعوا إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي الشريف، وذلك بالعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.